السلام عليكم قطيوطات، متابعات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد القصه زوينه عجبتني وفيها عبره، ونتمنى تكون الفائده لكم. شي ترى غضب الزوج من زوجته وطردها من البيت دون ان يمد لها حقوقها والواجبات والسنوات التي قضاها معها، وطردها من البيت وذهبت منكسرة مشتكية إلى القاضي الذي استدعى الزوجة والشاهدين، فأنكر الثلاثة معرفتهم بهذه المرأة. هنا سألها القاضي: ألديكم كلاب؟ قالت: نعم. فأمر القاضي: مساعدي خذوها إلى كلاب الدار، إن نبحت عليها فالمرأة صادقة غير صادقة، وإن لم ينبحوا عليها فالمرأة صادقة. وهذا ما حصل. الكلاب لما رأت المرأة رحبت بها بدون نباح، فعوقب الزوج والشاهدين بأقصى العقوبات التي قررهما القاضي. في قرية صار كلابها أصدق من رجالها. نتمنى تكون الفائدة في هذه القصة، وما تنساوش ليا اللايك والاشتراك في القناة باش اي جديد يوصلكم. ام حالكم بزاف، وباي باي.